طبعا الشراكة مثل ما شفتيها تمخض في الشركات اللي انت شفتيها اليوم، انواع مختلفة في قطاع المواصلات، في قطاع الزراعة، في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد. هناك شراكات قائمة على مختلف الـ 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 الأصعد، في شركات مع القطاع الأكاديمي والبحثي، في شركات مع القطاع الخاص، في شركات مع القطاع الحكومي، هناك يعني شركات مختلفة. هناك طبعا شراكة استراتيجية بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا فيما يخص الترويج لإمارة الشارقة كوجهة عالمية لاستقطاب شركات التكنولوجيا والبحوث والابتكار. راح تكون إن شاء الله هناك شراكة في إحدى الرحلات القادمة للصين بإذن الله. طبعا أهمية كبيرة للقطاع الأكاديمي، القطاع الأكاديمي محتاج للدعم للقطاع الصناعي، ونحتاج إلى حاضنة مشتركة، والحاضنة المشتركة هي تتوفر في أكاديمية ومجمع البحوث للشارقة، فهي أهمية كبرى، نحن فرحانين جدا، لأن هي أرضية مشتركة بين مستخدمي ومنتجي المعرفة.